في المقابل يتذكر اللاعب السنغالي السابق موسانداء لحظات جميلة قضاها في المغرب ممارسا رياضة كرة القدم ومتعرفا على ثقافة الوطن وجغرافيته. نعود إلى دكار مع تقرير خالد أزدون قائمة بالعشي وعلى الكريم غاري. ألبوم صور الوداد بيد الجوهرة السوداء للقلعة الحمراء موسانداء. الزيارة الملكية للسنغال عادت ذكريات لاعب بقي راسخا في ذاكرة كل المغاربة قضى مع الوداد أزهل أيام سنوات التسعينات. إنه شرف عظيم بالنسبة لي أن نستقبل جلالة الملك بالسنغال. كان أول لقاء بجلالته حينما كان وليا للعهد وترأس خلالها لقاء نهاية كأس إفريقيا. أتذكر جيدا لحظة مصافحته لي قبل المباراة وخلالها توجنا بأول لقب إفريقي. لقب توج لفترة ذهبية عشتها مع الوداد، فزنا بثلاثة ألقاب للبطولة وبكأس إفريقية وأيضا بالكأس العربية وكأس السوبر بمراكش. سيطرنا على جميع الواجهات وبأسماء كبيرة. كعزمي ونور الدين النيبت ورشيد الداودي وفخر الدين وبن عبيشة ومجيد بويبوت. أظن أنها التشكيلة المثالية للوداد لحد الآن. موسانداء يحكي قصة تعايشه مع المغاربة من خلال الإطار الرياضي. حقيقة هناك تعايش كبير بين المغاربة والسنغاليين عبر الرياضة. فخور أني قدمت أشياء كثيرة للوداد وللمغرب. كنت محبوبا عند كل المغاربة لمصاري الجيد وكذلك لأني كنت مقبولا حتى خارج الميادين. لا يتعلق الأمر بالوداد بل أيضا بكل الشعب المغربي. موسانداء عاد إلى السنغال وذاكرته تحمل لحظات لا تنسى. سألناه عما يتذكره من كلمات مغربية. ديما خوتي. البلغة المغربية الأصيلة تشهد كذلك على أصالة الأخوة بين السنغال والمغرب عبر مستويات عدة. النادي البلدي لكرة السلة في الدار البيضاء يواصل من جانبه استقبال 4 لاعبين سنغاليين بين صفوفه يمارسون منذ بداية الموسم الرياضي الحالي. أمين هناوي ومحمد العربي. النادي البلدي لكرة السلة الذي ينتمي لأندية القسم الوطني الأول بالبطولة الوطنية يعد الفريق المغربي الوحيد الذي يضم بين صفوفه 4 لاعبين سنغاليين خلال هذا الموسم، لاعبون يرمز حضورهم بهذا النادي إلى الأخوة والعلاقات المتميزة بين الشعبين المغربي والسنغالي. هناك علاقة تاريخية ودينية تجمع البلدين، فنحن نقوم بزيارة دائمة لمدينة فاس. زيارة صاحب الجلالة إلى السنغال تعد مفخرة لنا كمقيمين هنا بالمغرب، والعلاقة جد متميزة بين البلدين. أحد هؤلاء اللاعبين 4 من أب سنغالي وأم مغربية يتحدث الدارجة بطلاقة ويؤكد عمق الروابط بين البلدين على جميع المستويات. الحمد لله سي بخير، الحمد لله. هادشي من قديم الزمان المغرب سنغال سي لو ميم بي وبخير الحمد لله، بحال في السنغال بحال في المغرب ترونكيل. هاد اللاعبين هاد 4 الاجانب اللي عندنا في هاد النادي البلدي دونك بحال في البلد الثاني ديالهم، دونك السنغال والمغرب راه معروفين اخوه وحده. اللاعبون 4 قدموا مستويات تقنية جيدة خلال لقاءات هذا الموسم، وكان لهم دور كبير في انتصارات النادي البلدي لكرة السلة، كما أن لهم دور آخر في إبراز قيم الأخوة المغربية السنغالية.